السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله قاعد تكونوا لاباس. نهاركم مبروك، خوكم محمد امين. اليوم معاكم حبيت ندير لكم فيديو. الناس سقساوني قالوا لي يا امين انت ميكانيك، كيفاش تعاوننا باش نشري طوموبيل؟ تما الا راح تشري طوموبيل راح نوريك دوكا واحد لي با في الطوموبيل ديالي، راح تعاونوك باش تقدر تشري طوموبيل، باش ديسيدي اسكو تشري طوموبيل هذيك ولا لا. خاطرش الا راح تخبيت انت دراهم عندك عامين ولا 3 سنين انت تخبي في دراهم، من بعد يجي واحد يدرحك في طوموبيل ماشي كاكار. حرام عليا وحرام كاع الناس اللي يعرفوا طوموبيلات ما حطولكش فيديو. الوغ راني حطيتك فيديو بارطاجي مع الناس، وما تنساش كومونتي، خلي كومونتير باسكو على بالي بلي انا ما راحش نكوفري كل في هذا الفيديو. انا سمحوا لي بننسى بزاف سوتو في رمضان، راه هو اسكت برك راح تقالا ميموريا بحينك. المهم بارطاجيو هذا الفيديو مع ليكيب، بارطاجيوه مع الناس اللي راح تشري طوموبيله. تعرف كاش انسان بعث له هذا الفيديو بعثها الناس، ولا بارطاجيه فيسبوك ولا منا. مي قبل ما نطول عليكم سورتو الا ما راكش كيما نقولوا مع لاشان ديالنا هنايا، ما راكش مع لا فامي، ابوني فلاشان اند ويلكم تو ذا فاميلي، وحط كومونتير وقلنا رايك انت هذه ديال الفيديو. اي صحه، تهلاو في روحتكم، اروح نشوف واحد استعمل الطوموبيل ديالي كفار التجارب اليوم، طوموبيلاتي الصغيره. بسم الله. الحاجة اللي لازم تشوف فيها هي شوف اسكو الطوموبيل فيها صبيغه معوده، كان فيها ضرابي، فيها صوارح كيما الطوموبيل ديالي هنايا. راني نخدم، كان هنايا كانت عندي ضربه سياره راني نخدم فيها، مازال ما كملتش كيما راك تشوف. حوس على لي بنو، شوف لي بنو راك فاهم، شوف دار، شوف لافو، شوف لاريا، شوف لي بنو. اذا لي بنو راهم ملاح، هذايا كيما نقولوا فيها بنو ملاح، تما ما نخافش عليها. هيا وهكذا، هذه الحاجة السهلة. الحاجة الدوزيام اللي لازم تديرها هي افتح الكابو، شوف اسكو طوموبيل هذه فيها الزيت كيما نقولوا، اسكو راهو يشوف الزيت هنايا برا، حوس وين كاين الزيت. اذا كاين الزيت تما لازم تعاود، كاين لي جوان يتعاودوا في الطوموبيل هذه، كاين اللي فيهم حاجة كبيرة وكاين اللي ماشي حاجة كبيرة. الحاجة الطوموبيل اللي تشوفها هي تشوف الزيت، النيفو تاع الزيت. النيفو تاع الزيت اذا شتو ناقص بزاف، اكو تعرفوا كيفاش تشوفوا النيفو تاع الزيت. تطلع هذه مسحها بابي مشوار، عاود دخلها، عاود خرجها، شوفوا راه فيها واحد الكتيبه من الداخل، مينيمو ماكسيمو، تبع هذيك. اذا لقيتو معمر تسمى حاجه مليحه، اذا ما لقيتوش معمر هذاك الانسان كان يسوق طوموبيل بالك، ولا شوف بالك راهو يقطر من تحتها. اذا ما راهوش يقطر من تحتها هاد الطوموبيل بالك راه يتحرق له في الزيت. اول حاجه الطروازيم اللي تشبك ليها هي هذه، تري زامبورطون، حوس على الماء، افتح الماء ولا شوف النيفو تاع الماء. النيفو تاع الماء الا لقيتو ناقص بزاف اعرف ناقص، اذا كان ناقص هكذا نورمال، واذا كان ناقص هكذا ولا لقيته فارغ ابط تحت الطوموبيل، حوس الى راهو يقطر من تحت الطوموبيل. اش فهم ليه الى راهو يقطر نورمال يتسقم، تلقى بالك شتيو ولا بالك الرادياتور بالك عفسه هكذا، هذا خاطرش هالتيوات كامل يدو الماء، ومن داك من داك صاروا ديزاكسيدون هكذا يتنقبوا ويولي فيها مشكله. بصح اذا ما راهوش يقطر من تحتها اعرف بلي هاد الطوموبيل راه يتخلط لك الزيت بالماء. اذا تخلط لك الزيت بالماء هذه ماشي حاجه شابه، لازم تهبط الموتور، تفتح كاع الموتور، الجوان هذاك راهو جاي في وسط الموتور ويسقام لك بزاف دراهم باش ترو بلاصيه. الحاجه الاخرى اللي لازم تشوفها ثاني كي تشعل الطوموبيل، خلي كاش واحد يشعل الطوموبيل وروح من لاريير وبقى هنايا حوس، شوف واش لا كولور تاع الدخان. اذا كان الدخان كانت ايسونس والدخان خرج كحل، اعرف بلي الطوموبيل هذه ما راهيش تحرق في ليسونس كيما نقولوا مليح. وسيد هذا والريزون كيما نقولوا مورا هذه، هذا الانسان ما راهوش يتهلا في الطوموبيل تاعو مليح مليح، ما راهوش يبدل لي بوجي، ما راهوش يبدل الفلتر تاع الريح، ما راهوش يتهلا في الطوموبيل كيما نقول، ماهوش يصرف عليها راهو يستعمل فيها برك. والحاجه الا لقيت الدخان بيض يخرج من لاريه هذيك الطوموبيل غير ايفيتيها، باسكو راهي تحرق لك الزيت والماء، تحرق لك في الماء. الله هذيك الطوموبيل غير ايفيتيها. الحاجة الأخرى اللي نحب نهضر عليها هي اهبط تحت الطوموبيل وشوف اسكو كاين الزيت. شوف إذا كاين الزيت، إذا كان الزيت من تحت الطوموبيل ولقيته يقطر ولقيتها شامخة ولا عرقانة بالزيت هكذا، عرف بلي الطوموبيل فيها هادي جوان مرايحين ولا لازم يتبدلوا على السوربلاس. إذا لازم يتبدلوا اكو تعرفوا هادي ماشي حاجة كبيرة، لازم كيما نقولوا ما على بالوش في الجزائر كيفاش وما كاش، مي ماشي حاجة كبيرة. هنا في كندا نخدمها كيما نقولوا نص ساعة نريباري كاع لي جوان هادوما، ماشي حاجة كبيرة. الو لازم تهبط تحت الطوموبيل شوف اذا كاين زيت، اذا كاين زيت هذه تنقص لك السومه مليحه عليك كيما نقولوا، ماشي حاجه كبيره باش تروح بلاصي. والحاجه الاخرى اللي طري امبورطون ثاني، سقسي الناس على لاشان، على لاشان كيفاش تعرف لاشان بلي هذا الانسان راه يقول لك في الحق ولا لا. في كندا يديروا لك هذا، يديروا
هادي بلي لاشان راهي معاوده لاشان راهي معاوده اذا ما لقيتش هيدا معنا بلي السيستم في الجزائر لاشان باش تعرف بلي الا راهي تما نقولوا فيها مشكله ولا لا اقعد قدام الموتور واسمع اذا كاين صوت راهو جاي من الموتور اسمع تك 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 هكذا غادي نحكي لك على الليسونس اذا رحت طوموبيل ايسونس وبدات تدير لك تك 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 عرف بلي الزيت راهو ناقص ولا فيها لي فالف تاعها من الفوق هذوك راهم معوجين وهذاك طوموبيل ارمي الماء منها ماشي حاجه مليحه خاطر هذاك الصوت يزيد 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 من بعد حتى بلي حاجه كبيره والطوموبيل من بعد تحبس لك اه وشوف الحاجه الاخرى ثاني نحبين نهضر لكم عليها شوف كاين عفايس كيما نقولوا للمبدلين كيما هاد الطوموبيل فيها الالتيناتور اللي شهاده اللي شارجي الباتري راهو معاود فيها البلت ها السبته هذه راهي معاوده فيها كيما نقولوا فيها الاير فلتر معاود لا باتري عندها 5 شهور معاوده اكو فاهمين تما صوالح هكذا لازم تعرف بلي هذا الانسان يعطوك لي كيما نقولوا السينيال بلي هذا الانسان راهو متهلا في الطوموبيل تاعو وما تخافش الا شريتها الحاجه الاخرى اللي نحب نديكم معايا كيما نقولوا هذه طيز امبورطون كي تروح تشري طوموبيل كي تروح تسوقها هذه قبل ما تشعلها كي تشعلها وباش تديها تورنا دور الرود هكذا واكسيليري ودور دور دور دوره واحده من بعد عاود رجع وعاود دور الدورة الأخرى إذا بديت تسمع كليك 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 تسمع الصوت هكذا يا عرب لي الأكسل راهو مديواسي وش معنتها الأكسل مديواسي هذا هو الأكسل هذا يا هذا هو هذاك البوتس الكحل الأكسل هذا طويل قاع وفيه بوتس هنا إذا شفتوا راهو مقطع هذا لازم يتعاود اذا درت من هالجهه وسمعت هذاك الصوت لازم الاكسل هذه الجهه يتبدل واذا درت من هذه الجهه وسمعت هذا الصوت لازم هذه الجهه تتبدل وهذا ما ماشي كيما نقولوا حاجه صعيبه باش تريبلاسي مي على بالي لا بياس غاليه فيها الو لازم تما تهبط البري من بعد كي تروح كيراك السوق هكذا يوم اديها لافيتاس تاع 90 للفوق واش معناتها من 90 للفوق من 90 للفوق راح تسيدوك لا بوات فيتاس لا بوات فيتاس كي تدخل داخل الطوموبيل ورميتها في البريمير انا ننصحك باش ما تجوش لي فيتاس ديالك كيما هذه لابوات اوتوماتيك ما تقلقش على الامبرياج ومنا ارميها في البريمير ولا الدوزيام شاك فيتاس راك تجوز فيه ما تجوش لا فيتاس هايدا بريمير دوزيام ما تجوش هايدا جوز بريمير وخليها تسوق بالعقل ما تعصرها اذا شفتوا هذا يفيبري ويولي البوامور اعرف لي لابوات فيتاس راهي رايحه ولا كان ولا يولي وحده تما لابوات فيتاس راهي راحت ديجا هذا البريمير كيما نقولوا راح له لا دوزيام ارمي دوزيام طروازيام بالعقل وشوف شوف كاتريام وشوف سانكيام وشوف سيزيام وشوف اذا كاين هذه المشاكل اعرف بلي هذا لابوات فيتاس هذا الانسان كان يعصر في الطوموبيل بزاف بزاف ولازم تتبدل والحاجه الاخرى اللي نحب نهضر عليكم هي بيان سو سي قال قفالي هذا وما سي قال القفالي اسكو يمشيو شوف الدواوي شوف لي زوبسيون تاعها واش هو كاتب عليها واش هو قال عليها وسقسي مع السيد شحال عندك وانت كاسب هذا الطوموبيل اذا هذا السيد يبيع ويشري ثم انا خاف ما نكذبش عليك واحد اللي يبيع ويشري ثم هذا الطوموبيل جاست على يدين بزاف وماشي كيما نقولوا متهلي فيها 100% باسكو شاريها لو كان يكون فيها بروبليم بالك ما يخدمهاش ويبي حالك هكذاك الو لا سقسيه شحال هو يبيع فيها شحال عنده هو يسوق فيها وسقسيه وشحال وشنو العفايس اللي ريباراهم في الطوموبيل هذه باسكو هذه كيسيون تريز امبورطون وقولوا وريلي ما تخافش سقسي ما تخافش باسكو هذو دراهمك من بعد تكون كيما نقولوا من بعد كي تشري طوموبيل تلقاها مليحه تستعرف بروحك وتلقى الطوموبيل باللي تستاهل دراهمك كيما نقولوا ماشي تندم عليه خاطرش على بالي باش تشري طوموبيل في الجزائر صعيب الشيء كيما نقولوا وشري طوموبيل وانت عندك بزاف وانت تخبي في دراهم بعدا يجي انسان يضحك الله هذه ماشي كاره ولازم دير هاد لي ستاب اللي قلت لك عليهم وحاجه واحده اخرى اذا ديت طوموبيل وديتها فوق لا فيتاس فوق 90 وتشوفها بدات تفيبري هكذايا عرف اللي هذه فيها ضربه في كاش بلاصه ولا من داك كي يكون عندك الرود كيما نقولوا لا بريسيون تاع الريح تعبر تاع الرود ماشي مليحه انا هذا هو الجيج اللي نسيي به الور هذا تحطوه في الروده من بعد تخرج لك هذه البيضه تقول لك لا بريسيون تاع الريح الريح اللي راهو في الرود لا بريسيون تاعهم الور من بعد اذا ما كانوش الرود كاع لا بريسيون تاع الريح الريح من الفخير ماشي كيف الطوموبيل ديالك راح تبدا فيبري بصح الا كانت تجبد اغوش ودروات بزاف اعرف باللي قول الواي نروح نحطوا فيها الريح تنفخوا تما الرود من بعد كي تنفخ الرود عاود روح وسيها خاطرش على بالي ما تشريش بالك من اجي بالك شريها من سطيف بالك شريها من جلفة سي روح بومبي رود وروح سيها اذا مازال هاد فيبري الطوموبيل هادي لازم لها ويل الاينمنت كيما نقولوا تالينيها ولا لازم لها عندها كاش بروبليم حاجه تعاود فلافون هكذا ولا فلاريال الور هادو هما الصوالح اللي حبيت نهضر لكم عليهم
كادو ما كيما نقولوا باش نحوس انا بصح على بالي بلي بالك ما كوفريش كلش كاين بزاف صوالح. وما تنساش الا لقيت تشيك هذاك الدوتشيني سقسيو علاش, ولا عندك سكانر اديها معك وسكانيها وشوف شنو البروبليم. وباش تلقى البروبليم هذيك سكانر تعطيك ليميرو, انا عندي سكانر تعطيني ليميرو تعطيني واش معناتها واش خطاش هذا البروبليم شحال عنده هو في الطوموبيل. ومن انت الا ما عندكش هذاك باسكو انت ماشي ميكانيسيان الو سكانيها وشوف شنو البروبليم تاع الطوموبيل هذه. الى البروبليم راهو حاجه كبيره امور مالاتيك خديك من الطوموبيل, والى الطوموبيل هذه فيها بروبليم كيما نقولوا تاع الاكسجين هذيك الحساسه تاع الاكسجين والصوالح هذو ما يروحوا فيها من داك من داك امور ماشي حاجه كبيره. الو مالاتيك هاد لي ستاف لازم تتبعهم, ولازم باش قبل ما تشري طوموبيل كيما نقولوا ميك شور لازم تشوف هاد الصوالح ما ترميش دراهمك ديراكتومو. انا نعاون بزاف الناس يشريو طوموبيلات شاك جور وشوفون حاجه كراك تشوف هايدايا راح تلقى ديك الصوالح ديايا شوف فيهم مليح اسكو هادي راح هادي ينقص البري كيما نقولوا هاد الصوالح باس طوموبيل ما راهيش في الشيب كيما نقولوا لي راك حابها نتايا. المهم ان شاء الله يكون عاون هذا الفيديو واحد ولا زوج ولا ناس بزاف. ما تنساوش الا تعرف كاش انسان راهو رايح يبيع ايش يبي يشري طوموبيل يشري طوموبيل ابعث له فيديو هادي قول له خوك محمد امين يحبك في الله وان شاء الله ربي يسهل لك وتكون الطوموبيل ديالك حاجه من الكبار. تبع هذا الفيديو تلقى حاجه مليحه وزيدوا الى ما راكش اب مابوني فلاشان جوين ذا فاميلي اللي جنب لا ما نحكي لكم اكو تعرفوا. وما تنساوش روحوا لاباج تاع الفيسبوك باسكو هذيك هي حاجه كيما نقولوا لي راني دوكا نخدم عليها بزاف بزاف باش نطلع لاباج ثاني باش ملي ندخل في اللايف تما ثاني. ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يزيدكم في خيركم وان شاء الله اللي ما رجعش طوموبيل ان شاء الله يبدا يخبي دوكا باش يشري طوموبيلك. تعرفوا طوموبيل تحقوها كيما نقولوا يوميا وتلافير وحتكم. نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.